السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله طيبين. بخصوص التخرج، الين دحين ما صار شيء. شغل 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 وش اسمه ده، بعد بحاول اني الحق بس ما ادري كيف حيظبط ولا ما حيظبط. قبل اسبوع رحت اشتريت الروب، بقي اشتري الاغراض الباقية، بس كل يوم اقول بكرة كل يوم اقول بكرة. يلا جاية جاية. مهم من الحين طبعا ما اشتريت قلم حواليك، ما ادري ايش مستنية. اليوم حدبر نفسي باي حاجة تانية، خليني اخش لكم في الحكاية. السمستر اللي فات اشتغل في الجامعة في المركز حق التدريس، يعني اساعد الطلاب يحلوا واجبات، يفهموا اشياء وهم فاهمينها وهكذا دواليك. شوف عشان كده معناها كده غلط، عشانها انا مرتبه حلو انبسط عليها. بس ايش المشكله كانت؟ المشكله كانت انه الدوام من الساعة 10 لين 1، هنا ما في مشاكل. بعدين في بريك من الساعة 1 لين الساعة 4، بعدين لا من 1 لين 3 أظن، بعدين عندي دوام تخيلوا من الساعة 3 لين الساعة 9 في الليل. شوفوا يعني أنا ما كنت متوقعة إنه هتأزم من الموضوع، اللي صار إنه والله صرت ألاحظ نفسي الدوام مرة طويل، 10 ساعات، يعني 10 ساعات وأنا في الجامعة، وتشيز مرة وقت طويل، يعني أطول من الدوام. الدوام عادة 8 ساعات، بس أنا كنت 10 ساعات أداوم في الجامعة. وطبعا الدوام كان ياخذ وقت القيلة حقتي، وانا ترى من الناس اللي زي العجائز، انا الحين اقيل، لازم اقيل، ترى اذا ما اقيل ابدا ارجف. والله من جد ترى اتكلم الموضوع من جد هذا، يعني ابوني كده اترنح، ضروري اقيل، مدبر نفسي ببودرة حواجب. عندي من زمان حبيته والله، بس كيف اقول لكم، لما اشتريت القلم حبيت القلم اكثر من هذا من البودره، وصرت بطلت استخدم البودره، بس ما رميتها طبعا. قديمك نديمك. المهم نرجع للموضوع، ف صرت الاحظ نفسي انا مش انا كده، ما اعرف، بس كنت طول الوقت في وجهي مقطب معصبه، في تعرفوا في شيء كده يعني متغير في السيستم. هو الموضوع اخذ مني شهر وشويه كده، وانا يعني كنت احاول اتاقلم مع الوضع، بعدين خلاص صراحه اقول لكم ما قدرت، يعني صرت الاحظ نفسي جدولي مره ساير تعبان مره تعبان، يعني يا دوب ارجع البيت اكل لقمه. تعرفوا لما تكونوا كده مره مشغولين، كنت اسوي من بريب، بس بتخربطوا، فهمتوا؟ لما تكونوا في مود تعبان ما كلكم تاكلوا اكل صحي، يعني ما ادري ايش زي كذا. فهذا اللي كان، يعني كنت الاحظ نفسي مودي مره مودي، وكل شويه كذا ما اعرف، بس ما كان الوضع عاجبني مره، يعني مع انه الشوارع كانت حلوه وما ادري ايش، بس مو كيف، ما حسيت الشيء اللي ابغى اسويه يعني كذا. يعني المهم هذا الشيء، يعني كذا كنت اعصب ما ادري ايه مع نفسي كذا مودي. ثاني حاجه الكلاسات حقت يعني الدوام في مبنى، والكلاسات حقت الليل في مبنى، وانا كنت مستأجرة اياميها شو اسمه ده، كنت مستأجرة موقف، بس الموقف اللي انا مستأجرته بعيد بعيد بعيد، يعني لما امشي من كلاسات الليل الين الموقف قريب من مبنى الشغل، بس مو قريب من كلاسات الليل، يعني ضلمة، يصير ضلمة في الليل. حتى مرة واحدة صاحبتي الأمريكية وصلتني قالت لي معقول أنت تمشي كده في الليل لحالك؟ قلت إيش أسوي عاد؟ بعدين
احيانا كنت احس نفسي مره تعبانه واطلب اوبر. شايفه الموضوع يعني كان يخسرني يعني خسائر كل يوم من ده كل يوم من ده. المهم يا حبايبي، وكانت الهرجة هذه هرجة المواقف وهرجة ال كده كنت مرة جرامبي وأعصابي ما هي مظبوطة. يعني حتى المذاكرة ما كنت صراحة أذاكر زي الناس، يعني كنت أجل المذاكرة كلها في يوم واحد وتشيز يعني أحا يعني ما حد يسوي كده كنت يعني. وكنت منزلة 18 ساعة اللي هي في نظام الجامعات 18 ساعة يعني كتل ومقتول. لا ومنها 6 ساعات مواد ماجستير تخيلوا، يعني كنت طاحنة نفسي طاحنة. والله أقول لكم شهر ونص وأنا كده الحكاية أقول لكم ما ضبط معاي. فإيش سويت؟ رحت كمان أقول لكم شيء، المديرة حقتي كانت أياميها عندها سنة امتياز وكانت تداوم، بس تداوم بعدي يعني أنا أخرج من الدوام الساعة 3 هي تداوم الساعة 5، فما كان يمديني أكلمها فضروري يعني إنه إيش بس بالإيميلات. فأنا مرة رشدت لها قلت لها شوفي يا بنت الناس كده أنا بحاول أغير دوامي يصير دوامي من 12 لين 3 وبعدين يعني اسمين لو فهمتوا يعني أقدر أسوي شيء فترة الصباح هذه أذاكر ولا فأرسلت لها قالت لي طيب شوفي كلمي أصحابك ومدري إيه زملائك في العمل وشوفي بدلي معهم. والله رحت كلمت كده فلانة وعلانة كلهم يقولوا ما نقدر. قمت رحت كلمتها قلت لها والله يقولوا كده ما يقدروا. قامت قالت لي خدي اسم فلانة وروحي كلميهم بالأسماء. أعطتني إياها راح يعني شيكت لي على جداولهم، هي عندها جداولهم شيكت لي على جداولهم وأعطتني أسماءهم وتكلمتهم. كل واحد فيهم تغير لهم فجأة كيف تغير له جدول وشيء عزب ده. فهمت إنه ما في مجال في الهرجة. استنيت كده حق أبو قلت يمكن أتأقلم كده. استنيت حق أبو أسبوعين يمكن ما ضبط الوضع. وبعدين والله قدمت استقالتي بس. اللي استفاد من الموضوع لا تأكل أكثر من مقدرتك. يعني شوفوا هو كانت خبرة بالنسبة لي إني والله كيف أقول لكم جربت نفسي في الشغل ومدري إيه، وبعدين إيوه التدريس ما عجبني يعني ما أدري بس ما ضبط معي التدريس يعني ما أدري يعني أحس إني كفاية علي فاهم نفسي ما أبغى فاهم يعني ما فيني خلق فاهم اللي حواليني خلاص. بس والله كان يعني من جد شغل كثير يعني من جد كنت هالكة نفسي أتليس يعني سويت حاجة يعني خدت خبرة في الحياة على طول. و بس والله كنت بحاول ما أطولش عليكم والحمد لله ما أطولش عليكم. إن شاء الله أكون في يوتيوب. يلا أشوفكم في حلقة جاية. سلام.